الترتيب العام للنقابة الوطنية للتعليم بمراكش جاءت هذه الوقفة تنفيذا للبرنامج النضالي الذي اصدرته النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والذي هو تتمة لمجموعة النضالات التي خاضت النقابة الوطنية للتعليم بجانب جميع الفئات التعليمية مطالبة بتحقيق جميع المطالب المشروعة لهذه الفئات. كما أن تأتي هذه الوقفة كتنديد وتضامن مع أساتذة المفروض عليهم التعاقد لما تعرضوا إليه من هجمات شرسة من طرف السلطات. إن نندد بهذا الهجوم الشرس الهمجي في الواقع الذي نعتبره شيئا ما مفرطا في حق الأساتذة التعليم الذين لا يستحقون مثل هذا التنكيل وهذا النوع من الضرب والجرح والتحرش. أنا أندد وجميعنا نندد جميعا بهذه الأشكال ديال العنف والتنكيل التي تعرض لها الأستاذ بصفة عامة. جميع الفئات التعليمية تواجه احتقان كبير، أولهم المتعاقدون ثم الإداريون ثم المفتشون وكذلك حاملي الشواهد، ونحن أيضا حبيسين زيزان عشرة. هناك أفواج 95 97 ولا زالوا فقط تعرضوا لمرأة واحدة للتقية واحدة في طيلة المسيرة المهنية ديالهم، ونحن أيضا من 2000 الفوق يلا ترقينا مرة واحدة وبعد صراعات عنيفة من السلم 9 للسلم 10، ولا زلنا أيضا قابعين في هذا السلم الذي من هذا المنبر نحيطكم علما أننا سوف نصعد بجميع الأشكال النضالية حتى نظفر بترقية استثنائية للدرجة الأولى بأطر رجعي مادي وإداري. سمية الطيح خريجة السلم التاسع عن تنسيقية زنزانة 10، تنطلب ترقية استثنائية للدرجة الأولى مع جبر الضرر المادي والمعنوي. جينا اليوم كوقفة احتجاجية من أجل كرامة الأستاذ، من أجل العنف والضرب والقذف الذي والتنكيل الذي تعرض له الأستاذ، وخاصة في وقفة الرباط. ونتمنى أن تكون أذن صاغية من طرف الوزارة الوصية، وحنا كندعو أنه غنستمروا في النضال وجميع أشكال النضال من حتى تنفيذ المطلب ديالنا اللي هو الترقية الاستثنائية للدرجة الأولى مع جبر الضرر المادي والمعنوي.